بما ان اليوم الحلقه رياضيه قلنا بنبدا بنشاط وحيويه وبعض الثاني مو جاي عندك ولا فاضل لك ولا فاضي حق اشكالك ولا طايق نفسي عشان اطيق ويا يقول السؤال اللي ما يبلك ما يهمك شو يعني يقول المتوصف يقول يا غريب كن أديب وكلنا نعرف هذا المثل وشو يعني وأكيد يتعلق في السفر بس نحن مصيبتنا أن دائما نقول يا غريب كن أديب للشخص اللي يينا نحن ليش ما نطبق المثل على أنفسنا يوم نحن نسافر يعني شيء غريب سبحان الله عدنا هذه الكبيرة ما التلفون هي الطيارة الطيارة سبحان الله يعني يطالع من هني يعني تقول له ما اسمك اسمي عبد المطلب إنزين يطلع من الطيارة what's your name عبدو فجأة استوى من عبد المطلب وبعدين سؤال في الطيارة يعني أنت طالع من هني ما شاء الله تبارك يعني وجهك عامر بالإيمان في بعدين في محل تاتو في الطيارة من وين تجيب التاتو تاتو الضفدع الحزين واللقلق اليتيم اللي على كتفك من وين يطلعون هل في محل تاتو ما أعرف فجأة الريال يتحول وبعدين كمية الصناقل والسلاسل والتدربيح اللي تيبه والريز وتدخل في صناعية تطلع من الصوب الثاني ولا طيارة يعني داخل توا محترم وكندورة وأخي المسلم وكيف حالك لو أول مدخل مطار يسألهم وين المصلى يا حبيبي مقطع الإيمان فمن تركب الطيارة ما أعرف شو يستوي تنسلخ تنفصل يستوي عندك انفصام في الشخصية ما نعرف شو يستوي وعند البنات ما شو الكل البعض من توصل الطيارة سبحان الله فسخة العباء تفسخ معها الدين والعادات والتقاليد والاسم والقبيلة والعشيرة وينفسخ الحياء وما يتم شيء في محله ليش؟ أنا أبى أعرف أنتوا تتحرون القرين يوم تسافرون يتم في البلاد؟ لا صدق جاوبوني يتم القرين مالكم في البلاد؟ يعني اللي يسجل عليكم سيئات ما يسافر وياكم ترى هني في البلاد قول اصبر مع السلامة تودعونا في المطار تسافرون ويوم ترجعين يسلم عليك القرين في المطار يقول لك يلا الحين بنبدأ نسجل لا يا جماعة مو بكذي السالفة ترى رب العالمين موجود هني وموجود في كل مكان في الأرض والحسنات تنحسب هني والسيئات تنحسب برا ونفس الشيء أنا أقول شو رأيكم نخلي الموضوع حق خبير السفر وأنا كان ودي في الحلقة أقول تبا لكم بس أخاف المخرج يقطعها مرحبا الساعة شباب نورتونا أبوي مرحب باجي مرحب باجي مرحب بابك وسهلا أقول لك باجي لي أسبوعين أبو شاي أحمر على عمرك دون سكر يا الحبيب مسوي دايت طال عمرك وتيسر زاطنا قبل شوي شو ذنب المسكين وحين تقول سكر دايت يا أخي أنت تعرف هالسكر شوفي تعرف نسبة الكالوريز الموجودة لا بتم ساعتين ثلاثة شو بسوي وحسين تفضل قم تعال حاضر طال عمرك ابو حسين اسمعني عدل تفضل طال عمرك اللي بقول لك اياها حط حلقه في اذنيك الحين بتخبر يدك اسمه جاكسون حياد ديانه تستوي يدتك نعرف يدودك واهلك ويداني يدانك كلهم ما شاء الله ناس عرب عياويد معروفين في البلاد انا يعني ما بعرف وين سنعك وين عاداتك وين تقاليدك وين قيمك وين اخلاقك شو كذي لابس سلسل وداخل ميلس لا يا اخوي هذا عيب هالكلام ما يستوي وما نقود عندنا ما يستوي بارك الله فيك داخل علينا الميلس كذي بسلاسلك وهاش تقول شل بنزينه بعدين بتخبرك انت ريال داخل ميلس حاصر وين حمدانيتك وين غترتك وين دنياك اسمح لي طال عمرك لا تزعل نفسك هي هالسلاسل ابوي مو مخلف عليك هاي ما تلبس هني هالسوالف ما عندنا احنا في بلادنا هناك عندهم سمعت ابوي شاب يا رب يزاك تفضل استخبار زين ابوي شاب علوم الطيبة الحمد لله بتتسدد برمان أيضا مرة ثانية ارتدت العناد شوت يا جوجاك بيلعبها الكرة في مكان سليم الغافري نزلها بدران قم تعال باك السالفة قم باك السالفة قم تعال برمسك تعال خير بسنة بصائر تخليت فيه خير أي خير إحنا لا شفنا الخير ولا شفنا شوه بتخبرك شوه شفت يدك لابس كاب يعني شفت يدك لابس كندورة وكاب هاي مخلفة عليك يا أبوي هذه مو بعاداتنا ولا تقاليدنا يا جماعة فشلتونا شو أسوء لا بعد طار راس الطار محلق بمشارة مضرب وجهك بشاطور يا ريال خاف الله أنت ريال ولد قبايل ولد عرب يا بدران حلك نعرفهم يدك ما شاء الله إمام مسيد كذي محلق راسك تقول محلقينك بطاسة ما يصير بارك الله فيك هذا اللي تسوي عيب السوالف ما تستوي عندنا في البلاد هذه حق هذه لك بحقنا نحن سمعتني بوي
يلا. لا وزن يا ريان. ما شفت شو سوى بيا ذاك اليوم. وابويا. بيا قلت لكم هالسوالف مو بعدنا مو مخلف علينا هني، هذا هناك مالهم مو مالنا. يا حيكم يا شباب، اليوم احلى جلسه بتكون. يا سلام حالاتها حياه الحريه، لا ابو سلوم ولا مسخره. والله يا ابو حسين احشي في السفر تروم تسوي التوبه بلا ضاحك. خله سالمنا الجو، ماخذ حريه الريال. يا والله مقهور مربعين ذاك، لابس بندانه وفوقه كابل، وعندي شيء زياده والله كنت لبست. خيبه حطاته صاحبنا. ايه تاتو هذا من الاصلي. خلك شوف هناك منو. شوفه ابو سلوم. ابو سلوم برو تعال 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 هني هني هني. اوه حيا الله الشباب متجمعين ما شاء الله. بيس 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 بيس. عطني شيرس يا حبيب. شيرس من بعيد. يلا هناك هناك سلوم. شو توفي شو انت تعرف اول ما دخلت هني هذا كان اطول منك هالطول، الحين مستوى وايد. انت منو؟ ابو سلوم. انت شايب انك هني اصلا؟ اي ابو سلوم. اي وش هني ما في بوس توباك حبيبي، تذكرني توباك قدام الناس؟ ما في بوسلوم. توباك عادات وتقاليد وموعظه في البلاد. شو هاللبس حبيبي؟ انت الموعظه. ساحب انك اليوم وتعال وشوف ما في اخرتها. شايف نقطة التفتيش اللي عند المطار؟ بعد ما يختمون الجواز احنا نطوف، بس في اشياء ما تطوف معنا. العادات، التقاليد، الدين، السنع، المعنى، هذه الاشياء ما تطوف ويانا، هاي تتم في البلاد. شوفت عينكم، لبس الكاب في البلاد استوى منقود. ويدخلون فيها العادات والتقاليد والوطنية والحشمة واحترم الكندورة، وإذا شافه واحد لابس كندورة بدون طربوشة يحسسوه أنه يعني استغفر الله غلطان في جزء عمه ولا في البخاري. ما فيها طربوشة لا كيف الوطنية والهوية زين تطلع شو اللي يستوي؟ احنا ما نقول لك البس كندورة حبيبي، بس يعني فجأة التاتو والسلاسل والتشيرس. أنا أقول يا مال التشيرس يرفسكم في جبودكم، يا رب ما يقطعون هاي الكلمة. يا غريب كن أديب، وايد نقول هذه الجملة ونقولها لكثير من السياح اللي عندنا. طبعا هم مرحبين ومرحبا بهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودائما نقولهم يا غريب كن أديب. السؤال، هل أنت تتأدب يوم تطلع برا الدولة؟ هل أنت يعني فعلا تقول أول جملة؟ طبعا قبل لا نقول أنت سفير لبلدك، وكلكم تعرفون هذه الجملة، وأنت سفير لوطنك والكل يتغنى بهذه الجملة. أول شيء، هل أنت سفير لدينك، لأخلاقك، لبيتك، لتربيتك؟ يا جماعة الخير، نحن قمنا نغير قوانين بلدان. بريطانيا من أقوى الدول في القانون، أصدروا قانون اللي هو التفحيط والويلات اللي داخل الأحياء السكنية، هذا ما كان موجود في لندن، صدر من بعض ما بعد ما ساروا بعض الشباب الله يهدينا وياهم وصيحوا ويلات. طبعا شو المغزى؟ ما حد يعرف. هل هو التفاخر؟ هل أنا أتفاخر أني أنا أخترق أو أضرب بالقوانين عرض الحائط، سواء كانت قوانين بلدي أو قوانين أخرى؟ هل اليوم كثير منا أصبح لا مبالي في تمثيل أو خلنا نقول في تشويه؟ طبعا نحن للأسف شديد تعرفون الدولة كم تنفق المليارات عشان نحن نحصل على هذه الإعفاءات من الفيز، أو إحنا نحصل يعني تقدير من دول أخرى واحترام من دول أخرى، وأن نرفع من قدر اسم دولتنا ومن شأن علمنا في دول أخرى. من الكبت كانوا كابتينها اول ما انفرج عليها. والله احنا كل القوانين اللي بتنزل لو الانسان بيدرسها حيلاقيها كلها فايده ليه هو. انا بقول لاي واحد يعني سافر بره هو لازم يحترم القانون، يعني هو كده كده هيحترم القانون سواء بغصب عنه او بارادته. يعني يقول الناس بيعيبون علي، بيستهبلون علي، بيقولون ليش ما تصلي مثلا؟ اللي بيروح بيتقدم بياخذ واحده بيتزوج بيكون نفسه ويروح بيكمل نص دينه،
بيسألون عنه طبعا انه يصلي ولا ما يصلي. هني هو يبي يصير ذكي يصلي عشان يزوج. ايوه بعض البنات يوم تفسخ العباءه في المطار تفسخ وياها وايد اشياء. اكيد العادات العادات الدين الدين كل شيء كل شيء سنع والسنع واللي تبغيه خلاص نعم هذا الحين الاحترام للعباء ولا للكندور؟ لا والله ايا كان الشخص اللي هو بيطلع برا اي دوله بيروح سواء اوروبيه او عربيه او خليجي ايا كانت الدوله هو سفير لبلده فعلا. لازم ان انا احاول بقدر الامكان ان انا ما اتجاوزش اي شيء عشان اقل واجب ان لو حد شافني هيقول بس يبقى كل المصير. ممكن يكون ما كنش ما اتعاملش مع حد قبل كده انا مثلا اول شخص ان هو يتعامل معايا خلاص هياخد انطباع عن البلد دي ان البلد كلها كده. يعني انت لكل دوله في الدنيا لها قانونها ولازم تحترم قانونها لأن مثل يوميون الأجانب دولتنا يحتاجون نقولهم يا غريب كن أديب. إذا شاف الناس صلى وإذا ما حد يدري بمحل هذا سوى اللي بيسوي عشان الناس قدام الناس أنا أصلي بس رحت هناك أشوف الكفار بيقولون شوف هذا ما يصلي ما بيقول بيقول خلاص عادي أنا قدام أهلي بس أهلي اللي بيشوفوني يا سلام وخلق الله هذيل شوف لا هذيل أجانب حتى لو ترى يعني لهم يعني يوم القيامة ربك بيحاسبك بيقول لك ان فلان اجنبي صح وهو صح انه كافر بس جاوبك يعني انت بتتحاسبين على هالشيء. اذا هني في اساس يعني اساس قوي داخل ما بيسوي شيء لو حتى لكن اهم شيء على الاقل بيتمسك بعاداته وتقاليده. والله في ناس بتبقى يعني زي ما تقول عندها كبت مثلا او شاف حاجه جديده ما شافهاش قبل كده في بلده مثلا فانساق معاه. يعني انت بنتي ايه تمثلين دولتك تمثلين دينك تمثلين نفسك تروحين قدام خلق الله والله لا لابسه لا عباء انزين حشمي نفسك البسي بس شيله 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 بس اقل شيء تسوينه. اذا يخلق القانون خارج الدوله وهذا وشو بيقولون معنا بيقولون عنه اماراتي إذا كان من الإمارات يسيء لبلده. نعم بيقولون عن إماراتي ما بيقولون فلان بيقولون هذا الإماراتي سوى شيء. الناس اللي هني مش موجودين هناك يعني هو كان شو رياء بس قدام الناس شافوني أوه أنا ما شاء الله ها خلاص بتزوجني بنتك أنا شوفه ما شاء الله بس هناك خلاص الله ما يشوفهم الناس ما تشوفهم هو نفسه بس تطلع نفسه الدنيئة اللي داخل يطلعها للناس اخرجي. ويبنا لكم خبير السفر اللي وعدناكم فيه أستاذنا إبراهيم الذهلي خبير الأسفار ومؤسس مجلة أسفار منذ 19 سنة ما شاء الله تبارك الله وإن شاء الله إلى الأمام والمزيد مسافر 150 دولة. سامعين يوم يقولون كبيرنا الذي يعلمنا السحر نحن كبيرنا الذي يعلمنا السفر هو الأستاذ إبراهيم الذهلي. حياك الله. حياك الله كان مرحبا بك. سهلة سهلة والله. إحنا اليوم قاعدين نسولف عن السفر ولكن مش السياحة نبغى نعرف شو اللي يستوي في البني آدم عقب ما يطوف نقطة التفتيش. هل يستوي عنده انفصام في الشخصية؟ البعض البعض ركز على البعض ركز على البعض عشان لا يزعلون البعض. زين إذن شو اللي يستوي في البعض؟ اللي يستوون في البعض أشياء وايدة للأسف. يعني إحنا دائما نقول نكون سفير لدولتك وأنت مسافر بس البعض نركز عليها انه يفقد هالشيء هذا. شو يصير له خارج الحدود الله اعلم. انت ذكرته قبل شوي يفقد كثير من يعني تراثه يفقد كثير من ادابه يفقد كثير من عاداته يفقد كثير من الامور اللي ماشي عليها هنا بالبلاد. وكانه هو مسافر بس مو عشان يشوف عشان يغير حتى عاداته وتقاليده ويفسخ جلده كامل. البعض منهم يفسخ الدين في المطار ولكن للاسف للاسف انا اول شيء خلني اضبط مزاجك وسوي لك هاي الانبثاق الله بعد يطرب الصوت لازم يكون الحين مزاجك اخو كيفك اخو كيفك حلو وانا هذا الكوفي مالي طال عمرك ونسينا نجلس على جناح الطياره. انت اهم شيء انت شو رايك في الاستوديو مره السعاده وبعدين جناح الطياره
ترى الاستاذ ابراهيم الدهلي يعني عشقه في الحياه هو السفر، فاليوم يعدنا الاستوديو واستانس وتفاجئ ان الاستوديو اصلا كله هو مهبط طيارات. ما شاء الله الديكور. انا اصلا يقولون ان اخلي الجنطه في سير الطياره وانا رايح المطار امر عليها وتشلها عشان ما تتعبهم في البيت. عشان ما تتعبهم. زين، شو رايك الحين سينيلس ونكمل دردشتنا؟ حياك. يلا توكلنا. قبل لا نبدا في حلقتنا يا غريب كن اديب، نبغى نعرف عن مجله اسفار. شوف طال عمرك، مجله اسفار هي تعتبر اول مجله سياحيه بدول مجلس التعاون بالوطن العربي. لازم اكون مثقف سياحيا عشان اسافر؟ لا مو بالضروره، بس على الاقل انك ملم ببعض المعلومات، مو بالثقافه، الثقافه تختلف جوانبها. يعني انا ما اقدر اقول ان فلان مو مثقف والله ما يسافر ولا لا. وعندنا السفر ترى عده جوانب في السفر، العلاج مثل ما ذكرت، السفر الديني، السفر الدراسي، الثقافي، العمل، البزنس وغيره. مو بس يعني في طلبه يقعدون 4-5 سنوات في الدبلوماسي في الغير، بس احنا دورنا الكبير في السياحة العادية اللي هي انك تروح على قولة اخواننا تغير جو. تغير جو. اي نعم. فهني هي احنا نفتقد جوانب كثيرة في هالمجال للأسف الشديد. ثقافة انا من خلال واعطى على فكرة يعني محاضرات حتى بالكليات في هالمجال، مجال السياحة، في السياحة. الذهلي احنا دائما نقول للناس اللي يونا الزائرين نقولهم يا غريب كن اديب. صحيح. ما يحتاج نعلم انفسنا ان نحن يا غريب كن اديب. شو اللي يستوي عند الناس؟ شوف احنا هنا عندنا نوعين، احنا حتى لا نظلم البعض، يعني احنا نقول البعض ده. ايه، عندنا فئه هني ملتزمه باشد الالتزام بالقوانين لما تطلع برا انت مثل ما قلت الحين. وفي عندنا فئه عارضه القوانين هني بعضها بعض الحائط، السير وغيره، قانون المرور والأمور الثانية. لما تطلع خارج دولة تلتزم بالقوانين المرور، حصل واقف بالطابور الجنبية في الأماكن هني، كيف أنا أوقف بالطابور وأنا؟ هل اليوم أنا لازم أثقف أبنائي؟ هل لازم نحضر مثل المحاضرات اللي أنت تقدمها؟ هل لازم يدرس في المدارس مثلا؟ والله أنا يهمني كأكاديمي، كنوع من الأكاديمية، أنها تدرس يعني، ومو بغريبة، في أوروبا، في أمريكا، في اليابان على فكرة يدرسون مادة ثقافة سياحية، مو بأنها مادة تخصصية. لكن في الجامعات الحين في مواد تخصصية في السياحة، وفي جامعات عندنا حتى يعني في الدولة عندنا جامعات تعنى بالتخريج في مجال السياحة. بس أنا أحتاج أثقف نفسي، والحين يعني مثل ما قلنا أن الأمور بضغط الزر نقدر نطلع كل المعلومات. بالضبط. أنت تعرف أن من قبل كم من يوم واحد من الأخوة يسألني من خلال السناب، يقول لي يعني تأشيرة سويسرا كم تأخذ لها؟ أنت من وين؟ قال لي أنا من الإمارات. يعني انت تعرف انه ايه يعني احنا شلو تنقل صنع رابع خمس سنوات وهو الحبيب ما يعرف ان جنيف او سويسرا انها من الدول الاوروبيه التنقل فيزا. فقس علي اذا هذه المعلومه الصغيره ما يعرف لها، ما يعرف عنها. ذهلي هل هي هيازه؟ هل اليوم انا يعني فعلا متكاسل لدرجه اني مش فاضي افتح جوجل واقرا مثلا عن البلد اللي ساير لنا، ولا لازم احس يعني احضر محاضرة أو يكون عندنا برامج تلفزيونية، يكون عندنا جهة تثقيفية؟ لأن المشاكل اللي تصير مثل المشكلة اللي صارت في ألمانيا حق المداخن اللي تكلمنا عنها في المستشفى، ومستشفى المستشفى في بريطانيا كان في بريطانيا إيه مال القلب اللي هي تابعة لأبوظبي، يعني كل يومين يشغل الحبايب في الغرف بالبخور. حلو. وهذا مرض للقلب يعني، كل يوم منزلينهم بالمغذي وبالطابق الرابع والخامس نازلين طالع هو بروحه مسوي عملية قلب، وتنزل على الدرج بس لأنك أنت ما تبغى تتعب نفسك وعندك يعني ما نبغى نسميها جهل، ولكن أنا أسميه تقاعص، أنك أنت يا أخي ما تبغي أنك تتعب نفسك وتسوي سيرش بعدين مستشفى بشغل لي بخور. وين ساير أنت؟ ساير زار؟ صبر شوي بابا، مستشفى مرضى قلب، عط عمرك العافية. واللي يذبحون في العياد هي هذا صاحبنا اللي أصر أنه يذبح الأضحى في الشارع الأضحية، وهو يسوي يعني العياذ بالله كل المؤبقات، يعني ما عنده اي امور ثانيه يبي يطبق السنه في المانيا، قال السنه
اطبقها اني اذبح خروف في الشارع يا عمي في مسالخ. طيب لا هو مصر وسجنوه على فكره. اتذكر بعد في حادثه صارت في استراليا هو هذا البخور في استراليا وطلبوا المطافي في الفندق ونزلونه. طبعا في استراليا خصخصت المطافي يعني دايات المطافي وما فيه وما في يعني كان جرس انذار تادب لانه بس ما دام جات المطافي يقول لك انت ادفع قيمه السياره اللي ياك صح عرفت. فطلعت ما ادري 1500 باوند شيء الله اي فيغرمون للشخص اللي 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 مرتكب هالحادث هذا لان عندهم خطر حتى في المطافي اذا ما في وبلاغ كاذب انت ما دام جات خلاص. فبعضهم تجهل هالامور هذه. هني نقول ان تطبيق الاشياء والصاحبنا اللي سجنوه كم في 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 جورجيا يعني كان مال المدواخة شال اللي ما شاء الله تنتين من هال يقول زيتونات على قولتهم ايه هو رايح ثلاثة ايام شال ثلاثة ايام وشال دبتين مسافة كبار مدواخ تتمضمض بالغليون ايه والله تغسل وجهك الصبح افتتن شو شال دبتين ثلاثة ايام شكوا فيه وسجن ست سنوات ومئة ألف سنوات ست سنوات. ليش ما يكون عندنا نصايح في المطار مثلا؟ والله عايزة الدولة. أنا ما أشك إن ما في حد الحين من هالشباب ما شاء الله بس إحنا دائما نحب نضرب أرض الحياة. أنت شفتوا الحمد لله خفت بعض الأمور لأن وزارة الداخلية الخارجية صارت تتدخل في أمور كثيرة. الشباب اللي كانوا يشفطوا برا بالويلات تأخذ الأرقام في لندن وصارت في ألمانيا في النمسا. فإذا ظهر هذا الرقم يعني هني يحصل يوقف السياره ويامر بسجن الشاب هذا ويخالف ويمنع من السفر فتره طويله او ياخذ جوازه. يعني هني السؤال هذه تقع على عاتق منه. هل احنا هني بنلوم الاب بنلوم الام بنلوم التربيه بنلوم الشخص نفسه؟ فما ادري شو رايك. والله مثل ما يقول هني الطاسه ضايعه على قولتهم. هي اخلاق في الشخص نفسه ولا ما في واحد الحين عاقل انا اشوفه يروح يصيح ويلات في وسط شوارع لندن. يعني شو الهدف من هذا؟ انا بنفسي مو بصغار على فكره بعض الشباب يعني في الجامعه شو الهدف منها؟ او تروح تمسك بس هو هذا الحمد لله انه مو بامارات تروح تمسك لي بطه وتذبحها وتصور هالشيء هذا بعد تفتخر الحادث اللي صار. ايوه وهذا انتهك هاي بطة الملكة. بطة الملكة هاي الله يهديك. هذا ممنوع قانون. انت لو بطت بطتنا بطت بطتكم هاي روحها مصيبة. ما بالك بطيت بطة الملكة. هذا يا رايك انت بتودينا في داحية الله يهديك. والله واللي يطبخ في الحدايا واللي قاعد يشيء غير مسموح فيها بالطبع. هاي شيء تحت البرج ايبل. فالانتهاكات الانتهاكات تصور اخوي كان ان بخصوص تصيح الويلات لما صارت قبل سنتين ثلاث يعني القانون البريطاني اسن أو أضاف بالقانون عند المروري بإضافة الفقرة هذه أنه يعاقب كل من يصيح ويلات بالأحياء السكنية. تصور ما كان عندهم هالمادة هذه. سبحان الله. إيه لعنهم إنهم حبايبي. أقدم القوانين في العالم لأن ما خطر في بالهم يوم من الأيام أن في ناس بهالعقلية وبيشفط. يعني أنت تعرف البريطاني ملتزم إيه والله. فتي في الأحياء أوكي في عندهم قانون في الشوارع الخارجية في لكن في وسط الأحياء السكنية ما أتوقع أي واحد يقعد يصيح ويل. الله حبايبنا بنفسهم فأضافوا هذا للقانون. نسفتوا القانون البريطاني يا مغيرين القوانين. أيوة يا ليت مغيرينها للشيء الجميل لا الشيء السيء. يعني نفس الشيء لما النمسا العام الأول سنت إنه والله يعلى الأجار على السائح الخليجي. ليش؟ على اساس انه يهربوهم ويقول الافضليه للروس وغيره لان هذا لك صاحبين بال وما يزعجونهم. عرفت كيف؟ فيقول اوكي متوفر اهدى عشان يقول لا انتوا ضد القانون ضد الناس والبيع. قال والله احنا نغلي او يعطونك مده معينه على اساس انه ضجت منهم. تروح حدائق النمسا اذا رحت دلامسي وغير ممنوع الطبخ اصلا برا. ما في مثل بقيه الدول الثانيه تقدر تباربيكيو. وربعنا شغالين مجبور شغالين قلت القهوة وضرب سناب يا محل الفنجان مع سيحه البال للاسف حاط لي اغاني شيلات. هذه في اشياء وايده يعني تصير ومغالطات غير الرقص الجماعي اللي صار بالشوارع. الله. الرقص اذا شفت العام في شانتليزيه مشغلين الحابي ومجمعين فوق المئة مو بواحد اثنين حريم. احنا شفنا في فيديوهات حريم استحوا على وجهكم تخبلوا يعني تخبلوا ما ادري ايش. انا ما ادري اي والله يا ليت اذا طلعت ترى فيها ماده كبيره وانا سويت حلقه عنها بتحصل هالامور كلها في فيديو واحد. جميل جدا. انا ما ادري هذه الثقافه يمكن العام شويه خفت
لان السوشيال ميديا نشط بشكل كبير في نقل السلبيات وفي نقل التحذير من التصرفات الخاطئه اللي كنا نشوفها. جميل يعني جميل. انا الحين باك اطلع كاميرتك وتعطينا كذي نصيحه وانت بتختم، تعطينا نصيحه كذي خفيفه للناس اللي يسافرون كيف يمثلون بلدهم وكيف يكونون خير سفراء للبلد واحترامهم لقوانين الغير. تفضل. كلمتي النهائيه او اللي نختم فيها ان يا جماعه دائما اللي يطالب فيه انكم تكونوا السفراء والدوله ومسؤوليننا يطالبونا بهالشيء، هذا اخلاقنا بعد وديننا يعني من اساسيات الدين والاخلاق ان نكون سفراء وخير سفراء لدولتنا. هالامور اللي قاعدين نشوفها برا اتركوها عنكم. احنا الامارات اليوم يعني صارت سمعتها، وانا اتكلم عن الامارات، صارت سمعتها ما شاء الله بكل دول العالم. يكفي ان عندنا 89 دولة ندخلها بدون تأشيرة، وهذه مايات من 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 بساطة يعني فيها مسؤولين سعوا سمعة الدولة وغيره. الله أنعم علينا بهالقيادة هذه، فنكون احنا أفضل سفراء. ولا ترى ما تمتعنا احنا، جواز الإمارات يعتبر الحين من الجوازات الأول عربيا في دخول هالدول هذه، فلا تشوهون السمعة وتكونوا مثقفين في مجالات السفر والسياحة حتى لا تطيحون في مصايب. وين ترى الحين كم من يوم تستانسوا، وربي يحفظكم. حبيب جزاك الله خير، وأنا أقول أشوفكم في حلقة جاية، وأذكركم مثل ما نقول الناس اللي يزورونا، يا غريب كن أديب، نذكر أنفسنا من نطلع من المطار أن يا غريب كن أديب ومؤدب.